ومرحبا بكم في قناتكم كرة شراب. لطفا قبل أن نبدأ فلا تنسوا أن تدعمونا بلايك أسفل الفيديو حتى نوصل هذا الفيديو ل9000 لايك. لو بتحب سمير غانم ما تنساش تضغط لايك أسفل الفيديو، فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المتعاطف مع سمير غانم. ولا تنسوا أن تضغطوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. شاهد خفة دم سمير غانم وعادل إمام في لقاء نادر يجمعهما. في لقاء نادر بالألوان، استضاف النجم الراحل سمير غانم زميله الزعيم عادل إمام، وأظهر اللقاء خفة دم الثنائي، حيث سأل سمير غانم عادل إمام عن طريقة دخوله الاستوديو، حيث تسلل الزعيم من أحد الأبواب الخاصة بالاستوديو ليدخل سمير غانم، ودار بينهما حوارا حول شهر رمضان وصيام شهر رمضان أثناء العمل. ليقول الزعيم عادل إمام إنه صام رمضان بالكامل فيما عدا يوم واحد كان مريضا فقام بالإفطار، أما باقي الأيام فيصوم فيها حتى لو يعمل، ولكنه يعود لينام، واصفا تلك الحالة بأنه يكون محمود. وبعادته في إلقاء الإفيهات قال محمود ياسين نسبة للنجم الراحل محمود ياسين، وفي سياق متصل تعرض اليوم قناة الحياة الجزء الثاني من لقاء سابق للراحل الفنان سمير غانم في برنامج واحد من الناس مع الإعلامي عمرو الليثي. وكشف الفنان الكبير الراحل سمير غانم أسرار وكواليس خاصة عن مسيرته المهنية والمحطات الهامة في حياته الإنسانية والفنية ونشأته، كما تحدث عن تأسيس فرقة ثلاثي أضواء المسرح، وكان الرحيل المفاجئ للنجم الضيف أحمد، وأيضا وفاة والده وأخوه وأصعب اللحظات في حياته، وأن وفاة أخيه كانت سببا في خروجه من فرقة ثلاثي أضواء المسرح، وأيضا أول مرة يقف أمام الكاميرا ودخوله عالم الفوازير ونجاحه من خلال شخصية فطوطة. صاحبة تصميم الصورة التخيلية للفنان سمير غانم مع بناته مش مؤذية. رغم مرور أيام قليلة على وفاة أسطورة الكوميديا في مصر الفنان سمير غانم، إلا أن الحزن ما زال يسيطر بشدة على جميع محبيه من أفراد عائلته وجمهوره الذي عشق على مدار سنوات طويلة أدواره المسرحية والسينمائية والدرامية، إضافة إلى مواقفه الإنسانية الكثيرة والتي يشهد بها الجميع. وخلال الساعات القليلة الماضية انتشرت صورة تخيلية للفنان الراحل سمير غانم، وكانوا يحتضنوا ابنته الفنانتين الجميلتين دنيا سمير غانم وإيمي سمير غانم. وأوضحت مصممة الصورة أسماء ثغيان خريجة كلية الفنون الجميلة بجامعة القاهرة وصاحبة فكرة تصميمات الغائب الحاضر أن الصورة المنتشرة على السوشيال ميديا حتى الآن لم تكن الصورة الأولى للفنان القدير سمير غانم، حيث نشرت بعد وفاته بساعات قليلة بورتريه للفنان الراحل مع القديرين الضيف أحمد وجورج، تعبيرا عن مدى حزنها وحبها في ذات الوقت لثلاثي أضواء المسرح. أما عن صورة للراحل سمير غانم مع ابنته دنيا وإيمي سمير غانم، فأضاف الثغيان أنها أرادت طمأنة بنات الفنان سمير غانم من خلال تصميمها لهذا البورتريه باستخدام فن الديجيتال آرت المعتمد على دمج ألوان متناسبة وتوحيد للون البشرة من خلال صورة منتشرة للفنانتين في جنازة والدهم منوهة. إحساس الصورة اللي بيتكلم الفنان سمير غانم كان حاضن بناته من العالم الموازي، هما في الأرض وهو في السماء، ومن خلفه لون السماء الزرقاء الهادية إضافة إلى الأجنحة التي تعبر عن الجانب الملائكي في الراحل. وعن ردود الأفعال السوشيال ميديا أوضحت خريجة كلية الفنون الجميلة أن معظم من رأوا الصورة أعجبوا بفكرة الدمج بها كثيرا، وحوالي 30% فقط رأوا أنها مؤذية، لكنني أرى فيها دعم نفسي كبير لبنات الراحل القدير سمير غانم وطمأنة واستمرار لمعنى السند حتى لو ذهب إلى العالم الآخر فسيبقى، وبالعكس فيها راحة نفسية لهما. وأبسط دليل على ذلك قيام الإعلامي رامي رضوان بدعم زوجته النجمة دنيا سمير غانم وشقيقتها النجمة إيمي بصورتي للفنان الراحل سمير غانم. ونبهت أسماء ثغيان أنها كانت أول طالبة في مصر تبدع في هذا المجال بفكرتها الذي تلم بها شمل أشخاص بأحباء لهم غيبهم عنهم رحيلهم عن دنيانا، وذلك منذ عام 2016. وكانت هذه الفكرة هي مشروع تخرجها لكوكب الشرق وأم كلثوم وحمائي وشيرين. أول تعليق من أسرتي سمير غانم على أزمة حفل زفاف يوم تشيع. علقت أسرة الفنان الراحل سمير غانم على أزمة حفل زفاف الذي جاء في نفس يوم تشييع جنازة الفنان الكبير وحضره بعض أفراد الوسط الفنية وغاب عنه آخرون. وجه الفنان حسن الرداد زوج الفنانة إيمي سمير غانم شكر الفنان محمد حمائي والفنانة هالة صدقية بعد علمه أن حمائي وهالة صدقية لم يحضر حفل الزفاف الذي حضره بعض أفراد الوسط الفنية، مراعاة لوفاة سمير غانم والحالة الصحية التي تمر بها الفنان دلال عبد العزيز. ونشر
حسن رداد صورتين على صفحته الرسمية على فيسبوك موجها لهما شكرا، وأثرت في مصر ضجة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب حضور عدد من الفنانات حفل زفاف أحد رجال الأعمال في مدينة الجونة ليلة الجمعة ورقصهن بعدما ظهرن بالأسود بجنازة النجم سمير غانم في صباح اليوم ذاته، وهن يظهرن علامات الحزن عليهن. وكانت الفنانة هالة صدقية كشفت أنها شاركت في جنازة الفنان سمير غانم رغم أنها سافرت إلى مصر خصيصا لحضور حفل زفاف بعدما كانت متواجدة خارج البلاد، مشيرة إلى أنها اعتذرت عن حضور حفل الزفاف احتراما لصديقها الراحل ولمشاعر صديقتها الفنانة دلال عبد العزيز التي كانت لا تفوت فرصة لأداء الواجب. الصحة المصرية تكشف السبب الحقيقي وراء وفاة سمير غانم. حسمت وزارة الصحة المصرية الجدل حول وفاة الفنان الكبير سمير غانم كاشفة السبب الحقيقي وراء حالة الوفاة، وقال مساعد وزير الصحة الدكتور خالد مجاهد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج على مسؤوليتك المذاع على قناة صدى البلد إن سبب وفاة سمير غانم موجود في شهادة الوفاة وهو مشاكل في الكلى وخلافه، حيث أن السبب ليس مجهولا كما يدعي البعض، ونفى أن يكون السبب الحقيقي وراء الوفاة هو إصابته بما يعرف بالفطر الأسود، مشيرا إلى أن الفطر الأسود عرض جانبي من الوارد أن يحدث مع أي مريض مصاب بنقص المناعة. وتابع مجاهد الأعراض الجانبية تعتبر أمرا علميا وطبيا ضاربا، مثلا أي مريض سكر تحدث لديه مضاعفات وهذا أحد الأعراض، وتحدث لأي مريض لديه نقص في جهاز المناعة. كما لفت لأنه يجب أن تكون هناك معلومات من المتخصصين وأن سبب الوفاة للراحل ليس مجهولا. وقال الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس الإدارة ليوم السابع إنه لا صح لكل ما يتردد بشأن انتشار تلك السلالة في مصر، مشددا على أنه في حالة ظهور أي مرض معدن أو سلالة جديدة لفيروس كورونا سيتم الكشف عن الإصابات وخطط العلاج والتعامل مع الوباء. وأكد امتلاك مصر نظام ترصد قوي للأوبئة ويختص بتتبع الأمراض الوبائية ومعدلات انتشارها من عدمه، ويقدم حلولا سريعة لمواجهة الوباء ويطلع على جديد العلم عالميا. وتابع والآن أعزائي المشاهدين أعتقد أننا وصلنا لنهاية الحلقة، ولكن قبل نهاية حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة بأرائكم في التعليقات. هل خرج دلال عبد العزيز من المستشفى وهل تم إعلامها بوفاة زوجها وحبها الأول سمير غانم؟ لا تنسوا أن تشاركوا بأرائكم في التعليقات ولا تنسوا تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا، وفي نهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي. Yeah.